بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك سيادة الرئيس على هذه الاستضافة في اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، وباسمي وباسم كل الزملاء نشكركم. قبل ما نتفضل يعني قبل ما نبدأ الأسئلة. شكرا سي رفيق، الله فيك، مرحبا بكم. السجل راه موالف. شكرا سيادة الرئيس، مرحبا بكم، وان شاء الله مثل ما نقول في كل مناسبه يعني الاسئله ما تكونش من اجل الاسئله فقط، تكون يعني تنوير المواطن، لان انا في مرحله حساسه وين كل خطوه لازم المواطن يفهم المعنى نتاعها ويكون مطمئن باللي الخطوه هذه من اجله مش من اجل الحوار. مرحبا. اللقاء هذا يجي سيادة الرئيس من دون شك، وبعد ما يعني شارعتم في تنصيب المحكمة الدستورية، قمتم على شرفهم يعني حفل تنصيب. كيف تشوف سيادة الرئيس الإضافة اللي تقدمها المحكمة الدستورية مقارنة بما كان المجلس الدستوري؟ انتم لاحظتوا أن المحكمة الدستورية نصف الأعضاء نتاعها منتخبين من طرف ناس جامعيين مثلهم اللي عندهم أقل شيء 20 سنة تجربة في تدريس ولا في ممارسة القانون الدستوري، القانون بصفة عامة. من ناحية الصلاحيات هي تتطلق لكل شيء، ما فيش ركن من أركان يعني النظام تاعنا على كل المستويات، انتخابي أو تعييني وإلى آخره، تتطلق حتى القانون، تطرق القانون، تطرق النظام، النصوص التنظيمية إلى آخره، وتفصل كجهاز قضائي، تفصل ما بين سلطات مجلس الشعب الوطني، مجلس الأمة، رئاسة الجمهورية ومؤسسات أخرى تاع الدولة بدستورية أم لا دستورية القرارات. هذا يخلي الشعب يطمئن، وبالاخص انا قلت لك فيهم ناس منتخبين اللي عندهم حريه التعبير تماما، ما فيش. طيب سيادة الرئيس، الانتخابات المحليه يعني تستكملون بناء المؤسسات كما وعدتم في الحمله الانتخابيه تاعكم، الان جيتنا انتخابات محليه هذا السبت يعني 27 نوفمبر، تتوقع سيادة الرئيس يعني تتوقع تكون مشاركه من طرف المواطنين في هذه الانتخابات؟ اتمنى تكون مشاركه، لان ربما في المجلس الشعبي الوطني ما يهمش كثير الناس، والتجربة العالمية أن التشريعيات ما فيهاش نسبة مشاركة مرتفعة، ولكن المحليات هذا راه باش ينتخب على اللي يسير اليوميات نتاعو، ماهوش يشرع له ولا أعتقد أن إلا حبوا التغيير يغيروا بيديهم. وهذه هي فرصة التغيير، ما فيش فرصة أخرى. وأعتقد أن الطريقة اللي اختاريناها تاع النزاهة في اختيار المترشحين، ما يكونش فيها المال، ما يكونش فيها المال الفاسد، طبعا يعني لا مال فاسد ولا مال نظيف، يكونوا فيها العنصر الشباب بالأفكار الجديدة نتاعهم باش يحركوا البلديات، باش يصلحوا، يكونوا امتداد القرارات اللي ناخذها على المستوى الوطني، يكونوا امتداد باش القرارات هذه تطبق على مستواهم، على مستوى البلديات، وتاثر في اليوميات تاع المعاش تاع المواطن. أيوة. اذا نعتقد ان شاء الله يعني التغيير اللي نادينا به تاع الجزائر الجديده باش نجدوا كل اجهزه. وعلى حسب مقاييس جديده، والمقاييس الجديده هي الشباب والمجتمع المدني. والنزاهه. هناك تحفظات كثيرة سيادة الرئيس من دون شك، تبعت يعني وش ما يدور في الساحة السياسية، تحفظات حول صلاحيات المنتخبين، يعني يقولوا بأن الإدارة الولاد خصوصا كل معظم الصلاحيات عند الولاد، هناك يعني شكوى من قلة الصلاحيات عند المنتخبين والأميال. كيف تشوف الأمر سيادة الرئيس؟ هي مهام مختلفة، مهمة تاع الوالي راه ممثل السلطة، من رئيس الجمهورية، الحكومة إلى آخره، السلطة بيتم المعنى ينفذ القرارات اللي تأخذها السلطة في صالح الجماعة المجموعة المحلية. أما المنتخبين فهم أقرب
ربما المشاكل المواطن من الإنسان المعين. صلاحيات تختلف من ولاية أخرى ومن بلدية أخرى، رغم أنه عنده نفس القانون، نفس القانون البلدي ونفس القانون الولائي، ولكن الحجم تاع الولايات يختلف، الثراء تاع الولايات تختلف. كان ولايات غنية جدا، كان ولايات من أفقر ما يكون. نفس الشيء بالنسبة للبلديات، تتعرف بأن البلديات في 1541 بلدية فيه ما يقارب 900 بلدية فقيرة عايشة بالمنح تاع الدولة. إذن الكلام هذا ربما مقدمة لي باش نقول لك لاني متفق معاك، لازم تغيير جذري في قانون تسهيل البلديات، ولازم مراجعة القوانين هذه، إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين، ولكن صلاحيات بدون إمكانيات معناها حتى معنى. لازم تعطي إمكانيات، إمكانيات تطلب مراجعة قانون الضريبة، ضرائب ومنظومة الضريبة باش تعطي ضرائب جدد البلديات، بصح حتى يصبح عندها الأموال تاعها اللي تسمح لها باش تطبق شيء التزمت به مع المواطن. بلديات الآن تتحصل على 5% فقط من ما 5% واش دير؟ كاين بلديات صح. شاسعة أكبر منه من دول أوروبية وما عندهاش الدخل اللي يخليها ربما توظف حتى حارس. بالإضافة إلى فيه تصرفات أو قرارات اتخذت من قبل، تراكمات اللي خلت البلدية يعني تحمل ثقل اللي ما تقدرش تحمله. المدرسة الابتدائية على عاتق البلدية، التسخين، الكهرباء، الصيانة إلى آخره، بينما هذه أمور لازم ترجع للدولة. نخفف الوطاء على البلديات. هو مش نقول لك يعني راك مسيت نقطة أساسية في إعادة تنظيم الجمهورية الجزائرية، مهمة لهذه الدرجة سيادة الرئيس. هي الأساس، هي الخلية الأساسية. كان سبق لي أني تطرقت لهذا الموضوع أيام في التسعينيات، وتقدمت مشروع اللي قبله أنا ذاك الرئيس شادلي رحمه الله، ولكن بعد ندخل في طي النسيان، لأن ربما الناس في بعض الأحيان ما يؤسفني نقول هذا الكلام هذا، في بعض الأحيان بعض الأمور اللي تنفع للدولة ولكن ما دام جات على فلان أرميها. هذه نزعة موجودة عندنا احنا مباشرة إن شاء الله في 22 نفتح هذه الورشة حتى يكون أساس صحيح للهرم تاع الدولة الجزائرية. شوف من راجع ما نتهربش من بعض الحقائق، في بعض البلديات فقيرة جدا جدا جدا، مش صباح مساء تقول عندها إمكانيات مالية وهذه باش تخلق مناصب شغل الشباب وباش تدير صيانة تاع الممتلكات إلى آخره. إن شاء الله. ربما تقصدون سيادة الرئيس الجزائر العميقة اللي فيها أغلبية البلديات التي لا تتوفر على موارد تستطيع أن تحرك بها شؤون البلدية حتى يعني. بلدية شوف مثلا لا ناخذ الجنوب. بلدية طيط مثلا ولا تزروق ولا بلديات من بلديات الشمال أفقر ما يكون، ما تقدرش تتصرف كما بلدية حيدرة، بلدية وهران، بلدية قسنطينة. مع الأسف اليوم يمشوا بنفس القانون، القانون البلدي اللي يسير حيدرة يسير تمنطيط، واللي يسير بلدية وهران يسير بلدية سيدي العجل ولا بس انت الحمايه سيادة الرئيس في التسيير، يعني نسمعوا بانه المياه محقورين وكذا، خاصه يعني اي واحد يديه العداله كذا، هل فيه تفكير ايضا؟ لا ما فيه، هو كان فيه شوف قبل اختيار في بعض الاحيان تاع المواطنين، اختيار تاع قرابه وتاع عرش وانت كذا وانت يجيب لك انسان اللي عمره ما سير، يعني ماشي بالطابع انت او يطبع، يلقى روحه مورط في امور غير قانونيه حتى عن جهل يعني.
عن جهل بيشر عن جهل، ولكن القانون لا يحمي المغفلين. صحيح. اليوم راه فيه شباب، اليوم راه فيه شباب جامعيين فيه، هذاك علاش مسؤوليه احنا نعاونوهم في المسؤوليه، انا ما نجرمهمش. الانسان اللي على غلط على نيتو راه سبق وقلتها، قلت اللي غلط غلطه وما استفادش منها هو ولا ابنائه ولا عائلته ولا الاقارب نتاعو، يعني تعتبر عدم كفاءه وخلاص تفوتش الجنايات. ان شاء الله ان شاء الله الانتخابات هادو يجيبوا ناس مسيرين اللي قادرين يبتكروا وسائل اخرى تاع رفع الغبن على المواطن تاعهم، ولا لا ما نطلبوش منهم المعجزه، ولكن الدوله لازم تسمح في بعض الصلاحيات ممركزه، تسمحهم ترجعهم صلاحيات. سيادة الرئيس، بدون شك انكم تابعتم اطوار الحمله الانتخابيه ثلاث اسابيع، بعض من وصفها بانها فاتره بارده، يعني بدايه الخريف الامطار والبرد، وبعض الاخر اعتبرها واقعيه وتنقل حقيقه نبض الشارع الجزائري تجاه اي عمليه انتخابيه. سيادة الرئيس، ولاحظنا سيادة الرئيس انه فيه احزاب عتيده كبيره فشلت انها تغطي كل الدوائر الانتخابيه، هل لديكم تفسير لهذا الشيء؟ هل هو تغيير طبيعي في سلوك الانتخابي للجزائريين؟ هو بغض النظر، انا ما نسمحش نفسي باش نحلل تصرفات حزب من الاحزاب، الاحزاب ضروريه كلها للديمقراطيه، المواطن يعبر من خلالها، المواطن اللي يناضل في هذه الاحزاب، ولكن اعتقد ان هذه عدم اختيار مرشحين في كل بلديات هذا يحسب لها مش عليها. معناه وصلنا لدرجه وعي اليوم في الاحزاب اللي ما ترشحش ايا كان، ما عندكش ما عندكش، ما تحملش مسؤوليه ترشح انسان اللي فشل، انسان اللي رافضوا الشعب، انسان اللي كذا، هذه اعتقد انها تحسب للاحزاب ومش ضد الاحزاب. بعض سيادة الرئيس يتكلم على عدد توقيعات كثير للأحزاب، شفنا بأنه مش قضية توقيعات، ما أعتقدش أنها قضية توقيعات، مش يعني إذا كان أنت باغي تتحكم يعني تطلب لي باش نسهل قانون الانتخابات لدرجة وين تصبح معين من طرف السلطة، هذه ما خلي الشعب إلى شعب مضالك يعني وساندك في الترشيح نتاعك، الله يسهل عليك، ما ساندكش الله غالب، ما هذه الديمقراطية. سيادة الرئيس، أيضا المادة 184 سقطت من دون شك أصحاب المال الفاسد، سقطت العديد من المترشحين وكذا، لكن شفنا أيضا خلال الحملة الانتخابية البعض قال بأنه فيه ظلم، يعني حالات فردية كذا، كيف تشوف مستقبل هذه المادة سيادة الرئيس؟ مادة تطبق وفيه مثل ما ينص عليه القانون فيه الرقابة البعدية، احنا قلنا على أي مستوى كان من المستوى المؤسسات المنتخبة تظهر سنة سنة ونص سنتين من بعد يظهر باللي كان فيه عدم حسن التصرف في المال وفي هذه تسقط، يسقط العضوية ويتحاكم. احنا اليوم رانا في مرحلة تاع رقابة فرد بفرد، جمع كل المعلومات على كل المنتخبين حتى على مستوى الوطني. سيادة الرئيس، ولكن في العمليات ممكن نوجد ممكن ما نوجد في العمليات الانتخابية عبر العالم، يعني كثير من الديمقراطيات تمويل الحملات الانتخابية وموجود، يعني السلطة أو السياسة تحتاج إلى مال لكي تتروج للبرامج، تروج للانتخابات، فهل كل يعني كل مال هذا يفاسد يعني في الجزائر؟ يعني ولكن حملة نتاع شرح وباش تكري محلات وتكري قاعات وتجمع، هذه مقبولة، هذه ما تعطينا الميزانية تاعك تاع الحملة وفيه مساعدة من الدولة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش. في الحملة الانتخابية تاع المجلس الشعبي الوطني بعض الشباب أي سندناهم، بالنسبة للبلدية نفس الشيء، ولكن احنا نحاربوا المال ليشري الدمم. سمعت قبل يعني، وانا عندي اعوذ بالله من قولت، انا عندي ما يقارب 35 سنه في الجماعات المحليه، كل ما هو يبتكر ولا يخمم فيه الانسان في الانتخابات عارفه، انت
انتهى الامر خلاص باش يبقى واحد في الباب تاع نتاع المكتب تسموه هذا راحك دير هذه في الصندوق راح تدي 100,000 وتدي 50,000 ويمشوا يخلصوا تاكسيات لبعض قال الارواح باش نعطيك هذه وهذه وهذه سفيني من المحرمات باش تمشي العرش فلان وتشريهم قالنا ندفع لكم 200 مليون ل 300 مليون للعرش وفرضوا على ولدكم باش يصوت عليا وهذه هذه انتهت حتى الى كان مادام هذه هي اول انتخابات اللي مانعين فيها هذا الشيء حتى وظهر باللي فيه انسان استعمل الحيله باش فات نعاودوا في الرقابه البعديه نجيبوه لان الشعب يشهد فيه سيادة الرئيس هذه محطه انتخابات المحلية محطة من محطة استكمال بناء المؤسسات اللي واردة في برنامجكم السياسي سيادة الرئيس وبعد المحليات ستأتي تجديد مقاعد مجلس الأمة وسيكون لأول انتخابات محلية بالحكامات الدستورية تكون لها أول مهمة ونشاط رسمي هل هناك ماذا عن الإصلاح في الفترة ما بعد الانتخابات؟ ما بعد الانتخابات ندخلوا في إصلاح كل ما هو اجتماعي كل ما هو اقتصادي نعود نبني أسس الاقتصادية والاجتماعية نتاع الدولة بعد ما تهنينا من المؤسسات فضلنا نخليوها من بعد باش نخلي مؤسسات نزيهة ذات مصداقية تتطرق الأمور جوهريا نتاع مستقبل الوطن كله على سبيل المثال فيما يخص التكفل الاجتماعي والدعم الاجتماعي وهذه هذه نقطة حساسة جدا سيادة الرئيس وكثر فيها الكلام يعني جد الكبير سيادة الرئيس أنا كمان. نأسف اللي انطرحت في الساحة مش وقتها وخشوها كانت ربما زلت لسان متاع مسؤول لمسؤولين ويعني وتبنوها الناس وصبح نقاش فيها ما هوش وقت نقاشها شوف أنا قلتها وأعتقد أنا المسؤول الدولة مش غيري أنا قلت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها التكفل الاجتماعي يكون في الجزائر لأن هذه وفاء لشهدائنا الأبرار وفاء إعلان أول نوفمبر 54 نبني دولة ديمقراطية اجتماعية هذه ما فيهاش رجوع هذا طمأن الشعب الجزائري لا هذه ما فيها حتى هدرة هذه ما فيهاش نقاش اليوم ولا غدوة ولا على قرن التكفل الاجتماعي يكون ولكن التكفل الاجتماعي لمن يستحقه اليوم الجزائر فيها ناس خالصة بالسميك حد أدنى الأجور فيه ناس ما لا ملياردير ما قدرش نتكفل بهم سواسية ملياردير الله يسهل عليه الله يزيده لكن دراهم حلال وعرق عليهم الله يزيده إن شاء الله والباقي المواطن البسيط الطبقة الوسطى هذه التكفل عليها تدعيم استهلاكها كل ما يدخل في استهلاكها من عندنا من عند الدولة ما فيش مشكل لا يعتبر المبلغ كبير سيادة الرئيس يعني تقريبا في حدود 17 مليار دولار صح لا هو يثقل كاهل لا هذاك علاش قلنا ندخلوا الإصلاحات الهيكلية هذه داخلة في الإصلاحات الهيكلية تاع الاقتصاد الوطني تكفل ضروري ولكن تكفل بهذا الحجم فيه تبدير أيوه أنا تظن يا سي باللي الإنسان اللي عنده الله يزيده إن شاء الله عنده 5 طوموبيلات في الدار واحدة ليه واحدة لزوجته والأبناء عندهم محتاج الدعم تاع ليسونس مش محتاج بينما الأستاذ المعلم الطبيب اللي باش يمشي لازم للسيارة هي أداة باش يخدم بها اللي يبيع الخضرة ولا اللي ماشي كيف إذن لازم تصيب صيغة كيفاش تساعد اللي محتاج وما تساعدش اللي ماهوش محتاجك اللي ربي عطاه الله يسهل عليه السكر نفس الشيء السكر اليوم المواطن البسيط واش عنده ربما لا ندخل في التفاصيل اذا كان رانا نعرفوا المواطن عنده 4 مغارف ولا 5 مغارف سكر في النهار وخلاص بالقهوه لكن تعرف. الامر سيؤجل سياده الرئيس ولكن الانسان مثلا اللي يبيع الحلويات هو اللي يستهلك السكر اكثر اللي يصنع المشروبات السكرية هو اللي يستهلك اللي يصنع الحلويات اللي يصنع كذا هل يمشي له الدعم ولا راه يمشي الدعم راه يمشي الأغلبية لهاد الناس هادو
إذن المواطن ندعم السكر نتاعو، ندعم الزيت نتاعو، ندعم المواد الأساسية نتاعو، نزيد ربما في الدعم، ربما نزيد في الدعم. سيادة الرئيس، ولكن حدثت محاولات في السابق سيادة الرئيس، وانت كنت ممكن عن قرب لاحظتها، وجرت تراجع عن هذا السياسة هذه عن إصلاح. كان فيها ارتجال، أنا أقول كان فيها ارتجال كبير، وكان فيه مؤسسات ربما فاقدة المصداقية باش تفرض اقتصاديا نظريات. احنا اليوم هاد المراجعة كيفية التكفل، مش تكفل، التكفل ضروري، قلت لك لان يرث الله الارض وما عليها، ولكن باش تمشي لمستحقيها لازم نقاش وطني. وطني، ماهوش في برلمان ولا في كتمه. سيادة الرئيس، يعني الآلية لم تضبط بعد؟ لم تضبط، وما زال ما حددناش الكيفية وشكون وما هي الأهداف، ما زال ما تحددش. قلت لك سبقت الأول تاعها. هذه من الإصلاحات اللي تجي في 2022 إن شاء الله. إن شاء الله. إصلاحات هيكلية أخرى في الاقتصاد، في الاستثمار، في كذا في كذا في كذا، حتى نعاود نبني دولة عصرية جديدة تبتعد عن السلبيات السابقة. سيادة الرئيس، ستكون، لا تسمح لي سي جلال نكمل الفكرة نتاعي. تفضل. أنا متيقن نظرا لمعرفتي الملف أن التكفل سيرفع ربما على ثلث المواطنين فقط، مش نربطها بالسميع، يعني أصحاب الدخل العالي فقط. الدخل العالي جدا، يعني كمرحلة أولى باش كذلك توصل هذه لازم تحدد الدخل تاع الناس. لازم البلاد تدخل في الرقمنة. لازم تكون عندي إحصاء نتاع الفقير والمتوسط والغني، إحصائيات دقيقة. إحصائيات اليوم ما هيش دقيقة. إذن هذاك علاش قلت لك أنايا نقاش مهم كما هذا اللي يخلي الدولة تحمل مسؤولياتها باش توجه المساعدة نتاعها لمستحقيها تتطلب نقاش ونقاش ونقاش. شفتوا انتم الدستور، شفتوا نقاش نصوص أخرى، فتحنا المجال النقابات. إلا كان النقابات ما يناقشوش هاد مثل حاجة مثل هذه، يعني هذه المهمة. أنا أعود إلى انشغالات المواطن سيادة الرئيس لو سمحتم. يعني كنتم أعلنتم على في أحد اجتماعات مجلس الوزراء عن قرار مراجعة شبكة الأجور للوظيفة العمومي، وهو قطاع حساس جدا، إطارات الأمة موجودين فيه، وكل أسلاك من الأدنى إلى الأعلى كلهم معنيين بأي خبر مهم مثل هذا، وذهبت مباشرة إلى عصب أي تغيير في شبكة الأجور، وهو النقطة الاستدلالية سيادة الرئيس. إلى أين وصلت العملية سيادة الرئيس، ومتى ستبدأون في تجسيد هذا القرار؟ هذه في البرامج الاقتصادية، هذه هي نقطة رفع الأجور. رفع الأجور سيف ذو حدين، إما ترفع الأجور بعدل وقسطاس يعني، وتمس نقطة الاستدلال. نقطة الاستدلال تخلي الفرق بين المرتبات مثل ما هي موجودة، كاع الناس يستفادوا من رفع الأجور، ولكن ما تخليش الإنسان اليوم مثلا اللي يتقاضى 30,000 دينار برفع الأجور يوصل الإنسان اللي يتقاضى 60,000 دينار. تصبح ما تخلقش يعني عدل بين الناس، وما هيش نفس المسؤوليات، ما هوش نفس العمل، ما هيش نفس المردودية، ما هيش. إذن رفع نقطة الاستدلال تخلي التصنيف نتاع الأجور كما راه، ولكن مرتفع للجميع، مش إلا بما يحسن القدرة الشرائية على الأقل. أكيد لأغلبية أنا ألتزم بتحسين القدرة الشرائية، هذه داخلة في البرنامج تاعي. خاصة الغلاء شوف الغلاء المفتعل نحاربوه. أسعار يعني. الغلاء المفتعل هذا المضاربة وهذه نحاربوه حتى آخر نفس. واللي جات فيه الله لا يرده. الناس اللي بغا الناس الاحترام يحترموا أنفسهم. مش تجي الماكلة نتاع البسيط وترتعي وترفعها ب 15-20% هكا. رفع الأجور نرفع الأجور. ولكن رفع الأجور كذلك لازم 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 الإنتاج. صحيح. رفع الأجور بدون إنتاج راه يجي تضخم. يعني سيف ذو حدين. ذاك علاش قلنا نرفع النقطة الاستدلال. في هذه النقطة سامحني يا رفيق. في هذه النقطة تقرير صندوق النقد الدولي لأول مرة
أول مرة يقدم تهنئة الحكومة الجزائرية والسلطات الجزائرية على الخطط الاقتصادية التي تنوي تجسيدها خلال فترة قادمة. سيد الرئيس، أولا كيف استقبلتم فحوى التقرير، وهل من خلال الإصلاحات نستطيع أن نحقق مثل ما سمعنا يعني من خلال مؤشرات قانون المالية 2022 معدلات نمو اقتصادي تخلي الإنتاج يزيد، وبالتالي الإصلاحات الاقتصادية تتبعها مثل الأجور والدعم الاجتماعي يكون في مستوى التطلعات غالبية الشعب الجزائري؟ إن شاء الله إن شاء الله. هو الهدف اللي قاصدينه احنا من تجديد المؤسسات وتجديد هذه كلها تكون سند لاقتصاد قوي. إلى ما رجعناش النجاعة الاقتصاد نتاعنا والمردودية يعني ما درنا والو. أساس المعيشة هو الاقتصاد، اقتصاد في كنف ديمقراطية وحرية سيد الرئيس. ربما الملاحظة في المجلس الوزراء الأخير قرارات ما خاصة الاقتصاد قرارات هامة المرفقية هو أن رئاسة الجمهورية إعلان عنه المشاريع ومجدد ونصرح مرة تحت لم تنجز. سؤالي سيادة الرئيس، هل قرر الرئيس عبد المجيد تبون الإمساك بنفسه شخصيا بالملف الاقتصادي بعد ما لاحظ يعني خاصة في هذا الملف؟ الملف الاقتصادي هو البرنامج تاعي كيف نتبعه يطبق من طرف حكومة اللي نعينها واللي تساند البرنامج تاعي، ولكن المتابعة أنا مانيش غريب على هذا المواطن ولا هذا الشعب هذا. أنا نسمع أغلب المواطنين لما أقول جلهم يقول لك القرارات صائبة ولكن التطبيق ما كانش. الفران سيد تارس اللي جاب الفران، اللي يتمنى لك تكسر لك رجلك، واللي يتمنى هذه واللي يتمنى هذه، واللي يتمنى يرجع للبحبوحة سيئة انت أزمان، واللي يتمنى واللي يتمنى. إيه هذه مسؤوليتنا، مسؤوليتنا باش نوصل سفينة إلى بر الأمان. الاقتصاد لازم يكون في خدمة المواطن، لازم الرقابة نتاع القرارات اللي ناخدها. أنا لما ناخد قرار باش نعطي منحة كذا للناس اللي متكفلين بالكوفيد ويتحملوا مسؤوليات، والله يرحم كل من توفوا في أداء مهامهم، درت لهم لاسيرونس في يعني حالة ما يصاب هو بالأقل ولاده ما يضيعوش عندهم لاسيرونس تاعهم، اعطيتهم 10,000 دينار بريم ليهم للسائق تاع لومبيلونس والممرضه والطبيب عنده اكثر وما توصلهمش. ايه واش راني ندير انا هنايا؟ وهذا على هذا الاساس اللي نحيت ولات، نحيت وزاره، نحيت مازال اللي ما طبقش يمشي. هو الميدان كشاف، هذا هو الميدان هو الصح. سيطره يعني التعديل الوزاري الجزء الاخير يصب في النتائج غير مرضية 100%. فيش تعديل وزاري على حساب الأشخاص ولا على حساب هذين. أنا ماني طالب الولاء من حتى من واحد، طالب الولاء لهذا الوطن ولهذا الشعب. يخدم الله يسهل عليك، ما تخدمش خليه يجي اللي يخدم. لأن القرارات ما فيش مجلس وزارة درناه ما كانش فيه قرارات اجتماعية، ما كانش فيه قرارات اللي تعالج شيء خلل داخل المجتمع. ولكن القرار تفرح به الناس لما تسمع بهم، بعد التطبيق ما كانش. انا اعطيك مؤخرا من وين تقررنا احنا باش تكون فيه مدرسه عليا اللي تكون الاساتذه لتعليم الصم والبكر. انا في 5 شهور ولا 6 لحد الان ما كان والو. درت الملاحظه للوزير المعني مثلا، هذا مثال ما بين الأمثلة، في أمثلة كثيرة. هو ربما الغاية نوصلوا لها إن شاء الله، وإن شاء الله أن نخلق مفتشية عامة تاع رئاسة الجمهورية باش تتبع سيادة الرئيس كل شيء. ما يعرفش أي مسؤول وين تطبع عليه المفتشية العامة. كانت موجودة هذه في الوزارة الأولى في 2017. هذيك علاش قلعوني كاع.
طيب نحاول. ستعيد كانت مرفوضة آنذاك. ستعيدون تفعيلها على مستوى رئاسة الجمهورية. مستوى رئاسة الجمهورية إن شاء الله. في انتظار، ولكن تنظيم تاعها مش سهل. لازم النص تنظيمي، ولازم غدوة مثلا المفتشية العامة تمشي الولاية 50-60 واحد مفتش يمشوا يشوفوا الخضار، يشوفوا الطالب، يشوفوا البطال، يشوفوا هذه، يشوفوا هذا، يشوفوا كيف راه ماشي هذه الولاية، نقصت فيها الرشوة ولا ما زالت الشيء اللي يطبق قانونيا هل هو مطبق محليا، الشيء اللي يتقرر وطنيا هل هو مطبق محليا وشو مطبق إلى آخره. سيد الرئيس، باش يرتاح المواطن. أكيد سيد الرئيس، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون متى نصبح يعني بلاد تأكل مما تنتج؟ وهنا يجرني ربما القطاع الفلاحة. القطاع الفلاحة حساس جدا. حساس جدا سيد الرئيس. قطاع الفلاحة ما شوف أنا بدون ديماغوجي اكتفاء ذاتي هذه ما كانش، ولا دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي، تنتج الحبوب وتشتري اللحوم، تنتج الحبوب واللحوم وتشتري أمور أخرى فيش، ولكن قادرين في بعض المواد الاستهلاكية ننتج استهلاكنا. الحبوب مثلا لما نش غلط وما خانتنيش الذاكرة أن المعدل الوطني تاعنا تاع الإنتاج تاع الحبوب أغلبية، ما نهضرش على الحبوب المسقية في الجنوب اللي وصلوا 50-60 قنطار في الهكتار، في الهضاب بالأخص في الهضاب خنشلة الجلفة ربما المعدل الوطني 18 قنطار في الهكتار، معدل يعني كاين اللي ينتج 30 كاين اللي ينتج 12 معدل. احنا حاجتنا بإنتاج اللي يقرب 40 قنطار في الهكتار، هل ممكن ولا مش ممكن؟ أنا أقول ممكن جدا، في وسائل تقنية استعملها خلاص. لما توصل المعدل الوطني نتاع 40 قنطار في الهكتار ما بقالكش ما تستورد، تكفيك تولي تصدر، تقول لي الاكتفاء الذاتي في الذرة ممكن جدا، ممكن نصدر الذرة، ولكن اليوم راهم يديروا الذرة، أنا اللي ما شراش عليه الذرة يخلصها غالي. ايه وقت فات سول الفلاحين تاع اضرار داروا الذره عامين وهي في القصبه تاعها، يقولوا له يصير واحد علينا، يقولوا لا وصلوها لنا البوكطب، بوكطب اضرار 1000 كيلومتر، هنا إيه لك نوصل لك الذره ما نديرهاش خلاص نقلع صداع الراس هذا. علاه؟ لان استيرادها بالنسبه لهم احسن، استيراد فيه تدخين فواتير وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. سيد الرئيس، شفنا بانه ايضا من مخرجات مجلس الوزراء الاخير اللي كانت جد مهمه خاصه ما تعلق بالشق الاقتصادي هو تكليفكم الوسيط الجمهوريه بمتابعه مشاكل يعني المتعاملين الاقتصاديين، اعطيتوه صلاحيات جديده سيد الرئيس بارابور يعني؟ اشير عنده كل صلاحيات موجوده، عنده باتصال مباشر مع السلطه المحليه، مع انا راني نكثر في هذه الهيئات الرقابيه واللي تكون وسيطه بين 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 المواطن والاداره لراحة المواطن، مش بعقلية بوليسية ولا الشيء اللي يعانيه المواطن لازم نخفف عليه، ولازم نكونوا مطلعين على المعاناة اللي يعانيها المواطن. هذا هو. كان نرجع لمناطق الظل، كانت موجودة منذ عشرات السنين ولكن واحد متكلف بها. اليوم الولايات راهم متكلفين، رؤساء الدول متكلفين بها، وحلت مشكل بالنسبه لبعض المواطنين اللي ما كان يحلم بالقرعه تاع الغاز، اليوم عنده الغاز دو فيل، عنده الماء، عنده كذا. هي رساله سياده الرئيس افهم انه لما تمسك رئاسه الجمهوريه ولا مصلحه ولا اداره تاع رئاسه الجمهوريه ملف مثل هذا الاستثمار حساس جدا سياده الرئيس، معنى ذلك انه لكي يطمئن وتحسين يطمئن رجال الاعمال والمستثمرين المحليين والاجانب اي حتى اكيد وتحسين لمناخ الاستثمار سيادة الرئيس، هل نقدر نستنتج من خلال هذه القرارات أنه ستتحول الجزائر إلى مقصد للاستثمار يعني الأجنبي المباشر يعني لأنه محتاجين لهذا الشيء؟ هو المستثمر إذا كان محتاج يجي يستثمر عندك يجي، أولا ما ترغمش عليه باش يجيك، ثانيا
هاد دوينغ بيزنس. انا شخصيا ماشي معها ولكن فاقد الامل منها، لان اعرف ان راس المال الاجنبي يجي يستثمر في الدول اللي لا سلطه فيها. سي بعض الجزر اليوم كان 10 دول هي الاولى في القائمه، الجزيره فلانيه والجزيره فلانيه، تدخل شري بيع هذا ولا واحد يحاسبك ولا دول لي زيتا سوفرينيست كما يسموهم، يعني كما حنا ولا هذه يخمم قدام لا يجيك. رغم اننا احنا اليوم شوف في المحيط نتاعنا اذا كان دوله اللي مازال لها قدرات في التسديد هي الجزائر، ولا واحد يسال واللي يسال يخلص ويمشوا يستثمروا في اماكن اخرى، لان ما كانش سلطه ما كانش كذا. في بعض الدول ماش بعيده علينا يستثمروا فيها لان ممنوعه فيها النقابه، يدير لك مصنع ممنوع دير لي النقابه، قال داكور يدخلوا ويطرد ويدير واش بغاو. هذه الجزائري ما يقبلها والدوله الجزائريه ما تقبلها. اما اللي باغي الفائده مشتركه مرحبا به، تستثمر على حسب الحاجيه تاع البلاد مرحبا. دم الاستثمار بالنسبه للاجانب هذه، البعض يقول لك انا ما نستنجيش نستثمر عندك لان المواطن تاعك ما راهش باغي يستثمر عندك، راه يستثمر في اسبانيا وراه يستثمر في فرنسا. اذا اذا كان حوس على الاستثمار اولى الاستثمار تاع الجزائريين وراهم اثرياء وعندهم، واحد يمشي يشري لي مصنع معنا في ايطاليا والاخر يمشي يشري مصنع يسلك الدول هذه من البطاله والمال دايم بلاده. انا هذه هي الاولويه تاعي. واللي يبغي يجي يستثمر، انا قلت لك يبغي يجي يستثمر في الحليب مرحبا به، نشري عليه خير ما نجيبه بالبواخر وهذه ونتفاهم معاه. نهار اللي يسترجع الاموال تاعه اللي اشتغل بها واستثمرها وهذه نشري عليه. سيد الرئيس، اعفاء الشباب ايضا من مخرجات مجلس الوزراء الاخير، اعفاء الشباب لونساج من المتابعه القضائيه واعاده جدول ديونهم كان من دون شك قرار افرح الشباب المعني. فيما يخص شباب لانام سيد الرئيس، شباب لانام وايضا شباب الشبكه الاجتماعيه يطالبوا برفع الاجره الزائده تاعهم 5000 دينار. انا ماشيين المنحه تاع البطاله اللي تقرب للسبيك حسب المناطق اللي ممكن يعني بهذه الاجراءات اللي ناخذوها يتقوى فيها الاستثمار وتكون اقل من 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 المناطق اللي امل في خلق مناصب شغل صعيب تكون، مثلا اقصى الجنوب الهضاب والشمال. بالنسبه للبريم ولا بريم اللي تعيشوا اللي تخليه قلنا تصون كرامته، ماشي بريم تاع 4000 دينار واش دير له 5000 دينار معناها ما دير يعني. اليوم مادام ما خلقناش مناصب شغل والوتيره الاقتصاديه مازال ما هاش تمشي كما نتمناوها، تخلي ولادك بطالين لازم تكفل بهم مؤقتا. نهار اللي يجي يصدع يصيب شغل تروح له المنحه، يعني المنحه تاع البطاله سيد الرئيس اذا ما هي شبه مرتب تبقى حتى يلقى شغل مش محدده. لا حتى يلقى شغل، وهذاك علاش تتطلب اليات ورقابه وباش ما الانسان كتعرف البشر بشر يديه الاغراء ويديه شغل وما يسرحش به. احنا علينا احنا نصيبوا الاليات. اذا هذه دخلنا في الاستثمار انا قلت لي يبغي يحب يستثمر، الحاجيه تاع البلاد معروفه مهما كان الحال الاستثمار احسن من الاستيراد. صحيح. ولما تلبي الحيوان عندك محمي، راك محمي من طرف الدوله وقوانين الدوله. فيه اللي جابت الفرا كما قلت، فيه اللي داخل في امور مضاده، فيه اللي يتمنى الشيء اللي عمره ما يناله ان شاء الله. سيادة الرئيس، الرسالة مفهومة. سيادة الرئيس، بخصوص موضوع مهم جدا اللي هو السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، مؤخرا أشرفتم شخصيا على أول ندوة منذ الاستقلال
رؤساء البعثات والقناصل الجزائريين. وعلى مدى 3 أيام تحدثت نقاشات ورفعت توصيات عددها 100 توصية حسب السيد وزير الخارجية. سيادة الرئيس، هل ستتحول سياسة خارجية الجزائر من دبلوماسية الظل إلى الدبلوماسية الهجومية؟ كنا نشتكي وإحنا كمراقبين كإعلاميين وحتى مفكر النخب أنه لماذا الجزائر دائما دبلوماسية الظل؟ متى ننتقل إلى الهجوم بدل الدفاع فقط سيادة الرئيس؟ والعالم يتحول والمخاطر تكثر حول المحيط الجزائر. هي أولا أمنيتنا إن شاء الله هو أن الدبلوماسية تكون مرآة تعكس داخل تاع الجزائر. الجزائر اليوم حتى بعض أبنائها ما عارفينش قيمتها، لما تكلم مع مسؤولين على مستوى دولي في لقاءات دولية تقول له عدنا وعدنا وعدنا، يقول لك شيء غريب، احنا مرة ما سمعنا بها. شبكة الطرق نتاعنا ولا واحد عنده، 75 سد مبنية في هذه البلاد وفي هذه اللي ما زالت سدود أخرى في البناء، ما كانش لي عارف، ما كانش لي عارف باللي عندك 12 مليون تلميذ قارية كالية شاربة على حسب الدولة حسب الميزانية. واحد ما عارف باللي عندك 100 جامعة ومركز جامعي و12 مدرسة عليا ما سمعيش بها، هما يسمعوا غير بالجزائر اللي علاه قبضتوا فلان وطلقتوا فلان ودرتوا فلان. هذا هو، قارن الجزائر بالمحيط نتاعها ما تشبهش المحيط نتاعها. راكم شفتوا الانتصارات نتاع الشعب مش نتاعي انا، تاع اطارات الدولة هذه. الكوفيد مثلا تشوف غير الناس غير تنتظر دوك تجي الموجة الرابعة دوك واش راكم مستعدين، هذا ما كان. قول لي دروك كي راك يا اخي دروك ماك حاسب والو. دول عظمى عظمى جدا راه في 30,000 حالة يومية، تاع عندك 160-170 تقول لي راه طلعت، احمد ربي مين احمد ربي راه ما يرضيش. ولكن ما يتكلموش علينا لان الجزائر مقررين ان الجزائر ابدا ما تبقى المثل الايجابي، تذكرها بسلبيتها فقط. حتى التلفزيونات الغربيه راكم شفتوا كاش نهار تكلموا على التجربه تاع فلاح، تكلموا التجربه هذه تكلموا، ما كانش الا راه فلان دخلوا الحبس، فلان ضربوه، فلان هذه فلان هذه. بينما الدول الاخرى شعب مقهور جايع ما تكلموش عليه خلاص. هنا انا في خطه لتركيع الجزائر وتركيع. اما نرجع للدبلوماسيه نتاعنا، فيه دبلوماسيه اللي لازم لها سريه، نوع من السريه، وتعلن لما توصل النتيجه. لان في بعض الاحيان الامور لما تكون دخلت في خانه الاعلام، الاعلام مضاد، وهذه تفسد. والف مثال. اما المشاكل الكبرى اللي دخلت فيها الدبلوماسيه الجزائريه نجحت لها بسريتها حتى تبان، باش واحد ما يضدها واحد ما هي قدر وقت سريه الهجوم ولا تاع اللي هاجمني نهاجمه، مابقاش هذين اللي ضربني في صفعان نبدلوا الحنك الاخر. الند للند مهما كنت كبير صغير متوسط دب راسك، تمسني نمسك. هذا هو. هذا يجرنا الى الملف الدولي سيادة الرئيس، وماذا عن العلاقات الجزائريه الفرنسيه؟ هل فيه جهود لاعاده العلاقات الى وضعها الطبيعي سيادة الرئيس؟ هي لازم العلاقات ترجع للوضع الطبيعي، بشرط ان الاخر يفهم باللي الند للند ماهوش استفزاز عليه، هي سياده وطن اللي استشهدوا عليه مثل ما قلت 5,630,000 شهيد من 1830 الى 1962. ماهوش بسهولة، انا مانيش محتاجك. ناس التعاملات لازم تتغير، تعاملات ند للند، نبيع ونشري معاك يا بات بروبلام، باش ندخل تحت حمايتك وجناحك، انا راني كبير، انا ما نحتاجش ندخل تحت جناحك.
هذا هو نتعامل مع معاك كاش مشكل، ما تعرقل لي مشاكل لي مصالحي ما نعرقل لك مصالحك، متفقين. ولكن باش تفرض علي حاجة ما تفرضش، ولا واحد قادر يفرضها ما عدا الله عز وجل. فيني تكلمت سيادة الرئيس على ملف إصلاح الجامعة العربية والاجتماع القادم سيكون بالجزائر شهر مارس، واش تقصد سيادة الرئيس بملف إصلاح الجامعة العربية؟ الجامعة العربية يعني 48 ما تغيرش إلى يومنا هذا، كل المؤسسات تغيرت، حتى لوني كانت لا اس دي ان بعدها رجعت لوني، الاتحاد الافريقي الوحدة الافريقية منظمة الوحدة الافريقية رجعت اتحاد افريقي، و بقرارات تنظيم داخلي ناجعة، إلا الجامعة العربية نتلاقوا ناقشوا تعودوا من بعد نتفركتوا خلاص وكل واحد يدير واش بغى. سوريا ستكون حاضرة سيادة الرئيس؟ من المفروض حنا إلا كان نديروا قمة عربية لازم تكون قمة جامعة، إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة للعالم العربي اللي راه ممزق. نتمنى يكون اجتماع شامل، الجزائر ما تكرسش التفرقة تاع العرب، هذا هو الهدف الرئيسي تاع الاجتماع الجامعي. احنا دولة دائما نجمع الفرقاء في افريقيا في العالم العربي في حتى في اوروبا، دخلنا في امور دخلنا في البلقان دخلنا في هذه صحيح. شفنا مؤخرا انفراج في العلاقات سيادة الرئيس، يعني حتى مع العلاقات بعض الاشقاء العرب بدات تعود للمياه. احنا عطينهم قدر ليه يستحقوه، احنا علاقاتنا اولا متوسطية مغاربية عربية، الدول المسلمة الإسلامية كل عندنا علاقة طيبة معها، احنا ما إلا اللي حب يعادينا احنا ما نعادي حتى واحد. سيادة الرئيس في بخص مراجعة اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، موضوع حساس وآخر يعني، هل تلقيتم إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي سيادة الرئيس بخصوص إعادة النظر في بعض البنود ولا في كل البنود مثل ما أكدتم؟ هو اتحاد الاتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه نتيجة ضعف مع الدولة الجزائرية. الاتحاد الأوروبي لا مفر منه، التعامل مع الاتحاد الأوروبي ألف حاجة، ولكن لما تكون في اتفاقية اقتصادية لازم تكون المنفعة عليا وليك. مثلا رفع الجمركة على بعض المواد وكذا، تنفع الإنسان اللي ينتج، الدولة اللي تنتج باش تقدر تصدر، منين ترفع الجمركة على بعض البضائع اللي متفقين عليها البضائع تاعي تتباع عندك بدون جمركة، ولكن لازم تكون عندي بضايا اللي نبيعها لك، إلا ما عندي أنا دولة مستهلكة ما عندي ما نبيع، لازم نعود نراجع هذه الأمور، هذه تعطيني مهلة ميسرة حتى نقوي اقتصادي نبدأ ننتج باش ندخل معك في تعامل ماشي الند للند ولكن الفائدة متبادلة، هذا هو الأساس. سيادة الرئيس إذا سمحتم سؤال أخير يعني يتعلق بالشأن الرياضي والفريق الوطني على أعتاب تأهل إلى مونديال قطر 2022، أولا كيف تابعتم مباراة مع المنتخب البوركينابي؟ يعني نعم قلق كبير ده كل منتخب كل حتى مع جيبوتي نتبعها بقلق، هذا من طبع هذا يعني الإنسان يتقلق. لما حنا الفريق الوطني له الدعم راهم يحاولوا يحطموه، يحاولوا يمسوا المعنويات تاع سيب الماضي، وماش غير هنا داخليا في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك نسيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. كان صابوا حتى هذا النو هذه اللي عطاهنا المولى عز وجل، كان صابوا السحاب الدواء لجهه اخرى، ولكن خليهم يتمنى خليهم يتمنوا، الفريق مليح الفريق إن شاء الله إن شاء الله يتأهل إن شاء الله. سيادة الرئيس ختاما نجدد الشكر الجزيل لسيادتكم على رحبة الصدر وتجاوبكم مع الأسئلة التي تنوعت بين المحا السياسي والاقتصادي والشأن الدولي والإقليمي وحتى الرياضي.
نتمنى أنه مثل هذه المبادرات التي درجتم على إرسائها منذ تسلمكم لمقاليد الرئاسة أنها تتواصل وتكون دائما في خدمة شغالات المواطن.